السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا أحباب. درس اليوم عنوان سورة الضحى. يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. أحبتي، ما سبب نزول هذه الآية، هذه السورة؟ سبب نزول هذه السورة يا شباب هو تأخر نزول سيدنا جبريل عليه السلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالوحي. تأخر عليه فترة من الزمن، فلما رأى المشركون الوحي لا ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة، قالوا: لقد تركه ربه، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه السورة. ظنوا أن الله تركه وكرهه وتخلى عنه في هذه الشدة، ولكن الله تعالى أراد أن يقصف جباههم جميعا، وأن يخيب حججهم وما يقولون، وأن يقضي على هذه الافتراءات، وأن ينصر النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل هذه السورة. تعالوا لنعلم، لنتعرف معاني الكلمات. الضحى هو الصبح، هو بداية اليوم بعد طلوع الشمس. سجى، هدوء الليل وظلامه. ودعك ربك، أي تركك، ما تركك ربك يا محمد. قال، أي كرهك. آوى، أي رعاك. ضالا، أي لم تكن تعرف ما الكتاب ولا الإيمان، فالله عز وجل أعلمك به. هدى، هدى، أي وفقك لأحسن الأعمال والأخلاق. عائلا، أي فقيرا. فأغنى، أي فرزقك. فلا تقهر، أي لا تظلم. السائل هو كل من يطلب شيئا، سواء كان ماديا كالمال أو معنويا كالعلم. تنهر، أي ترد بعنف. فحدث، أي فتحدث بما أنعم الله تعالى عليك واذكرها لغيرك، فهذا شكر لله تعالى على نعمه. ثم بعد ذلك يا شباب، نريد أن نعرف شرح هذه السورة الكريمة. يقسم الله تعالى بالضحى والليل، وهما آيتان عظيمتان دالتان على قدرة الله تعالى، والله عز وجل لا يقسم إلا بعظيم، ويقسم ربنا تعالى بما شاء وكيف شاء. يخاطب الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم فيقول له: إنه ما تركه وواساه، إنه ما تركه، لقد واساه الله تعالى بأن قال له: إن الدار الآخرة وما أعده لك خير لك يا محمد من الدنيا وما فيها، وأن الله سبحانه وتعالى سيرضيه يوم القيامة في أمته، ويدخل السرور عليه، ولن يحزن النبي صلى الله عليه وسلم من أمر أمته يوم القيامة، ولن يخزيه الله تعالى، ولن يحزنه في أمته. فهذه نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولدعوته، ورفعا لقدره ومقامه. ثم الله تعالى يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بتأييده له منذ مولده، فقد كان يتيما قبل النبوة، فرعاه الله تعالى بأن تكفل به جده ثم عمه. كان يتيما لم يجد من يرعاه،
فالله عز وجل سخر له جده عبد المطلب ثم عمه أبو طالب، فهما اللذان تكفلا به ورباه ربياه، ويعني كانوا هم من يخدمونه ويعني في ظهره دائما ويساندونه على كل عدو وكل ظالم. وكان صلى الله عليه وسلم لم يعرف شيئا عن الكتاب والإيمان، فعلمه الله سبحانه وتعالى ووفقه لأحسن الأعمال والأخلاق، وكان فقيرا فرزقه الله تعالى. فالذي علم النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء هو الله سبحانه وتعالى، والذي أغناه عن كل شيء هو الله، أغناه ماديا وأغناه معنويا، فلا يحتاج إلى مال أحد ولا يحتاج إلى مساندة أحد، لأن من كان الله معه فمن عليه، ومن كان الله عليه فمن معه. فالنبي صلى الله عز وجل نصر نبيه، نصر نبيه وأيده بجنود من عنده سبحانه وتعالى. ثم يوصي الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يحسن معاملة اليتيم ويرحم ضعفه، وألا يرد سائل بعنف، وأن يذكر نعم الله سبحانه وتعالى عليه ويحدث بها من حوله شكرا لله تعالى، ويخدم بها الناس، لأن هذه النعم كلها يا شباب بيد الله تعالى ومن عند الله، فوجب على الجميع أن يذكر الله تعالى بنعمه وأن يحدث بنعم الله تعالى، وألا يقف عن شكر الله تعالى على هذه النعم. هذا، والحمد لله رب العالمين.